أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 7 مدنيين وجرح عدد آخر في حصيلة أولية لضربة جوية بالصواريخ الفراغية شنتها مقاتلات روسية على التجمعات السكنية في بلدة بسنقول جنوب إدلب بحسب ما أفاد به مراسل أخبار الآن. هذا وما تزال الطائرات الحربية تحلق من حين لآخر في الأجواء وسط تحذيرات من مراصد الطيران للأهالي بأخذ الحيطة والحذر. هذا وكانت الطائرات الروسية شنت عدة ضربات جوية استهدفت كل من ترملة وكفر نوبل وركايا في ريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت بلدة معر بليت وبلدة كونصفرة في جبل الزاوية، نتج عنها وقوع عدد من الجرحى. قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها إن أفراد داعش ارتكبوا جريمة بشعة في إحدى مناطق الموصل القديمة بعد أن ارتدى عدد من مقاتليهم زي الشرطة الاتحادية، فعبر المواطنون عبروا عن فرحتهم برؤيتهم واستقبلوهم بالهتافات والترحيب، لكن عصابات داعش فتحت النار عليهم وقتلت 15 شخصا من بينهم أطفال ونساء. دمرت قوات حرس الحدود السعودية زورقا مفخخا تابعا لميليشيات الحوثي حاولت تسلل للمياه الإقليمية السعودية بحسب ما قالته وسائل إعلام رسمية سعودية. وأوضحت القوات السعودية أن دوريات حرس الحدود رصدت زورقا بحريا مجهولا يتجه نحو رصيف توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان، وتم تحذيره عبر النداء الآلي من قبل دوريات حرس الحدود لكنه لم يستجب، فتم اعتراضه من قبل الدورية وتم العثور بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات جاهزة للتفجير. أعلن الجيش الفلبيني أن نحو 40 متشدداً تابعاً لداعش قتلوا في هجوم بري وجوي في جنوب البلاد. وقال الجنرال إدواردو أنو للصحفيين إن هؤلاء المتشددين كانوا ضمن أكثر من 160 مقاتلاً تعرضوا للهجوم في نهاية الأسبوع الماضي في جزيرة ميندناو جنوب البلاد. وأضاف أن الجيش ما يزال يبحث عن أكثر من 100 مسلح فروا إلى التلال. قالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب إن الولايات المتحدة بدأت في نقل أجزاء من نظام الدفاع المضاد للصواريخ ثاد إلى موقع نشر مخطط له سلفاً في كوريا الجنوبية. واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على نشر ثاد رداً على تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، لكن الصين عارضت الخطوة وقالت إنها لن تسهم بشيء يذكر. الموجز إلى اللقاء.